السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا مع تفسير سورة قاف، هذه السورة المباركة التي أنزلت على قلب النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في فترة كان الإسلام فيها غريبا، وكان المسلمون مستضعفون في الأرض. ربنا سبحانه وتعالى خلال هذه الفترة المكية في السنوات الأولى من البعثة كان قصده هو أن يربي الناس على كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد والإخلاص، وكان قصده أن يغرس في النفوس الاستعداد ليوم الرحيل، بأن هناك بعث وهناك نشور وهناك لقاء مع الله سبحانه وتعالى. ثم إن هناك محكمة ربانية سوف يقتص الله تعالى من كل ظالم ظلم غيره من المستضعفين، وسوف يجازي كل صالح وكل كريم وكل مقدم للإحسان يجازيه بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذه المعاني ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يغرسها من خلال القرآن المكي. تعرفنا على سورة قاف وكونها من السور التي كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يصلي بها في العيدين، ويصلي بها في الفجر، ويقرأها أحيانا فوق المنبر كخطبة جمعة، وأنه كلما قرأها كان يبكي، وكان الصحابة لما يسمعونها يشعرون بأن ربنا سبحانه وتعالى يزهدهم في هذه الدنيا، ويؤكد عليهم على عدم الحرص على الدنيا ومتاعها. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام نتأمل في المقطع الثالث من سورة قاف، ثم نتدبر في المعاني وفي الآيات والدلالات. يقول سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هكذا يختم ربنا سبحانه وتعالى سورة قاف. في هذا المقطع يذكر المشركين من كفار قريش الذين يشعرون بأنهم الأقوياء، كانت هناك شرذمة منهم عندهم أموال طائلة ملين شكرا، عندهم أموال طائلة وعندهم قوافل تجارية وعندهم حضوة وسلطة وجاه، فدخلهم الكبر ودخلهم الخيلاء ودخلهم العجب بالنفس، حتى إن منهم من كان يظن أنه ليس هناك لا موت ولا بعث ولا نشور ولا حساب،
من شدة أن الناس كلهم يخافون منه وأن أوامره مطاعة والكل يقول له السمع والطاعة، ظن في قرار نفسه أنه لا يموت ولا يبيد وأنه لن يحتاج إلى أي شيء، لأنه هو القوي وصاحب الثروة وصاحب السلطة والمال والصولجان. هنا ربنا عز وجل يقول ويذكرهم: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. ربنا يذكر بأن هناك أقوام سبقتكم يا معشر قريش، أقوام سبقتكم من الأمم والحضارات فيها زعماء وفيها كبراء وفيها طغاة وفيها متمردين وكانوا أكثر منكم قوة. ذكرهم ربنا عز وجل في السور السابقة عن فرعون وقومه وعن ثمود وعن جديس وإرم وعن غيرهم من الأمم السابقة الذين كانوا أقوى من العرب، كانت عندهم أساطيل من الجيوش وكانت عندهم معدات حربية متطورة في زمانهم وكانت عندهم أموال فوق الأرض وأموال تحت الأرض وعندهم تجارة دولية ناجحة في ذلك الزمان. أين هم هؤلاء الأقوام؟ أين هي تلك الحضارات؟ أين تلك الأمم؟ سبحان الخالق الوهاب الذي يرث ولا يورث، كلهم الآن صاروا تحت التراب، انتقلوا من دار الفناء إلى دار البقاء. انظروا إلى هياكلهم العظمية لا تتحرك. ربنا قال بأنهم هم أشد منهم بطشا، أكثر قوة وأكثر جبروت، فنقبوا في البلاد. نقبوا في البلاد أنهم كانوا ينقبون على جميع وسائل القوة والثروة، لكن هل من محيص؟ هل ترى له من أثر؟ انظر فقط، لم يبقى إلا أثار دالة على فنائهم. انظروا إلى الأهرامات 7000 قبل الميلاد تدل على عظمة قوم فرعون، ولكن لا يبقى إلا الآثار الدالة على الفناء والبقاء لله وحده لا شريك له. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. من ينتفع بهذا الكلام؟ ليس كل الناس، كثير من الناس يقولون هذا كلام هراء، هذه أساطير الأولين، هذا مضيعة للوقت، ما لنا نحن وما لهؤلاء الأقوام، دعونا نعيش الحداثة، دعونا نعيش المعاصرة، دعونا نعيش في حدود حياتنا، لا شأن لنا بالماضي ولا بالمستقبل، شأننا بالحاضر. لكن هناك أقوام آخرين من أهل الإيمان ومن أهل اليقين، لما يسمعون هذا الكلام ترى عيونهم تدرف بالدمع وترى قلوبهم تخفق وصدورهم تحن إلى لقاء الله ويستشعرون مراقبة الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لذكرى لمن؟ لمن كان له قلب. هناك من عنده قلب طاهر، قلب مؤمن، قلب صادق، لكن بعض الناس لا قلب لهم، وإنما لهم صخور في صدورهم، لن يتأثروا بكلمة البعث ولا بالنشور ولا بالحساب ولا عقاب. كل هذا الدين أفيون الشعوب، الدين إنما ابتكره جماعة من المتدينين بتعاون مع رجال السلطة. لماذا؟ ليخدروا المجتمعات حتى ينفردوا هم بالسلطة والثروة والتحكم، هكذا يقول الملحدون منذ زمان. ليست قضية منسوبة فقط إلى كارل ماركس أو إلى فريدريك إنجلز أو إلى لينين أو غيرهم من رموز الثقافة الإلحادية، لا أبدا، إنه كلام قديم وسيبقى إلى قيام الساعة. ثم ربنا عز وجل يعطينا الأدلة والبراهين على وجوده. الله تعالى قد أعذر من أنظر، أعطانا الأدلة والبراهين التامة، قال لنا انظروا إلى السماوات وانظروا إلى الكون من حولكم، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. ربنا يلفت الانتباه، يقول يا قوم يا ناس، هل تريدون دليل على وجود الله؟ هل تريدون برهان على صدق القرآن؟ انظروا إلى الكون من حولكم، ارفعوا رؤوسكم إلى السماء، انظروا من رفعها بغير عمد ترونها، انظروا إلى غلافها الجوي، انظروا إلى الغازات، وانظروا إلى النظام المبدع، من خلقه؟ هل هي الطبيعة؟ هل هي الصدفة؟ حاشا وكلا، إنه نظام متقن، من خلقه
عظيم الشان. خلقنا السماوات والأرض، انظروا إلى الأرض من حولكم كيف ربنا عز وجل دحاها، جعلها منبسطة رغم أنها كروية، وجعل فيها الجبال والسهول والهضاب والبراري والحقول والأشجار، وفيها من المخلوقات ما الله بعليم. في السماء هناك الطيور، في البحار والأنهار هناك الأسماء، وفوق الأرض هناك حيوانات تدب، وهناك الإنس والجن والملائكة. انظروا، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، ما بين السماء والأرض، عوالم خفية، عوالم غريبة، في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هذا رد على بعض اليهود الذين كانوا يستوطنون مكة. سوف نأتي في القرآن الكريم عن أخبار اليهود في القرآن الكريم. هناك يهود مكة وهناك يهود المدينة. يهود مكة كانوا بين الفينة والأخرى يعقدون جلسات مع المشركين ومع الكفار، فيقولون لهم أنتم أهل كتاب، دلونا على كلام، على كلام نفحم به محمد وأصحابه، لأن دخلنا هنا في الحوار الفكري والجدال الكلامي. فكان أبو جهل وأبو لهب وغيرهم من صناديد قريش يذهبون إلى بعض أحبار بني إسرائيل، يقولون لهم أنتم أهل كتاب وعندكم أسرار بالأديان، دلونا على كلام نوج به محمد ونوج به أصحابه. فقالوا لهم إن محمد قد أنزل عليه بأن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، الأسبوع فيه سبعة أيام، فهو قد عمل ستة أيام ثم استراح يوم الأحد. فاليهود يقولون يوم الأحد هو يوم العبادة، فهم لا يعملون أي شيء يوم الأحد، حتى الطبخ ما في طبخ. السبت بل يوم السبت عندهم، اليهود عندهم يوم السبت هو يوم العيد، والنصارى عندهم يوم الأحد، ونحن المسلمين عندنا الجمعة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. فاليهود يوم السبت ما عندهم عمل، عندهم راحة وعندهم استجمام وعندهم عبادة وطاعة، وعندهم عدم أي عمل، حتى الطبخ كل شيء يتوقف. والآن من يتابع الأحداث في إسرائيل سيجد بأن هناك فريق من اليهود حداتي يعيش العولمة ويعيش القيم الكونية، فهو يعيش ويتاجر طيلة الأسبوع، لكن هناك طوائف دينية وتيارات متشددة تصل إلى الضرب وتصل إلى العنف لكي تمنع أصحاب الدكاكين التجارية أن تغلق أبوابها الجمعة مساء، ما في عمل، ويرفضون الطبخ ويبقون في التهجد والذكر طيلة يوم السبت. لماذا؟ لأن بعض أحبارهم قالوا بأن الله تعالى لما أراد أن يخلق الكون خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يوم وراء يوم ويوم وراء يوم، في اليوم السابع تعب الرب، تعب وشعر برغبة في الراحة، فاستراح يوم الأخير، واعتبروا بأن ذلك اليوم هو يوم السبت، يوم الراحة. فرد عليهم ربنا عز وجل، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ربنا لا يتعب، ربنا أمره بين الكاف والنون، إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون. ولكن ذكرنا بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ليعلمنا نحن البشر بأنه ما ينبغي أن نحصل على الثمرة قبل بدو صلاحها. انظروا إلى الكثير من الناس يستعجلون، كل واحد إذا دخل إلى وظيفة بسرعة يريد أن يرتقي إلى الدرجات العلى، من دخل إلى تجارة يريد أن يربح في أكبر وقت ممكن، من كان يبحث عن متاع الدنيا بسرعة يريد أن يمتلك سيارة فارهة وشقة كبيرة وفيلا ورصيد بنكي سريع. أبدا، ربنا يعلمنا بالتريت، تريتوا أيها الناس، سيروا خطوة خطوة، القناعة كنز لا يفنى، القليل فيه بركة، خير من كثير فيه متاعب. يعلمنا أن نسير خطوة خطوة ولا نتعجل. وما مسنا من لغوب، ربنا لا يتعب، ربنا سبحانه وتعالى القاهر فوق عباده، ولا يمكن أبدا أن يحتاج، هو غير محتاج، وهو سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء إطلاقا. ثم يقول فاصبر على ما يقولون. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
لما كان يرى هناك تجمعات بين اليهود وبين مشركي قريش ويقولون كلاما فيه مس بالذات الإلهية، في الأول كانوا ينعتون محمدا صلى الله عليه وسلم بصفات سيئة، كانوا يقولون إنه مجنون أو ساحر أو كاهن أو كذاب. الآن النقد انتقل من ذات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذات الإلهية تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فكانوا يتنقصون من الله ويقولون بأنه متعب ويرتاح وأن له البنات ولنا الذكور والله فقير ونحن الأغنياء، كلام كثير. فربنا كان يرد عليهم وسيدنا النبي كان يحزن، سيدنا النبي كان لا يسر هذا الكلام، فقال الله تعالى فاصبر على ما يقولون يا محمد إياك أن تنتبه إليهم. وهذه دعوة لنا جميعا، نحن في حياتنا المعاصرة كثيرا ما نجد بعض الجهات تنتقدنا، ربما قد تؤتينا بأوصاف ليست فينا، نحن براء منها، أو قد تكون فينا، من هو الذي خالي من العيوب؟ فلهذا لا ينبغي أن نشعر بالإحباط إذا سمعنا غيرنا من الأعداء أو الخصوم ينتقدوننا أو يسبوننا أو يطعنون في مشروعيتنا، فلا ينبغي أن نبالي ولا ينبغي أن نضعف، وإنما نفعل كما أوصى الله تعالى نبيه وخليله صلى الله عليه وسلم، قال له فاصبر على ما يقولون، اصبر يا محمد اصبر. سيدنا النبي قال لي يا رب كيف أصبر، النار في صدري تغلي، كيف أصبر، أريد أن أرد عليهم. قال يا محمد تريت، اصبر اصبر وأوصي أصحابك بالصبر. بعض الصحابة لم يصبروا، يا رسول الله ائذن لنا بأن نقاتلهم، ائذن لنا بأن نواجههم، أن نسكت ألسنتهم، لكن ربنا يقول اصبر اصبر اصبروا فاصبر على ما يقولون. فقالوا وكيف نصبر، كيف؟ أعطاهم ربنا عز وجل الوصفة، وصفة الصبر، وهذه لنا أيضا، نحن في حياتنا إذا كان أحدنا يشعر بمواجهة مصاعب وغلبته الدنيا وغلب من طرف قوم آخرين وأراد أن يكون من الصابرين ولم يستطع، بدع لي أن يفعل الوصفة الطبية هنا، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. الله، أحسن دواء وأحسن وصفة للأمراض النفسية والأمراض الروحية وحتى الأمراض العضوية، أحسن طريقة لو انشغلنا بها جميعا لتوقف النزاع فوق الكوكب الأرضي. لن تجد نزاع في المحاكم، لن تجد قضايا عند القضاة والمحامين، ستجد مخافر الشرطة مرتاحة، ستجد كل الناس مرتاحين لو طبقنا هذه الوصفة الربانية العظيمة الجليلة. ما هي؟ أن ينشغل الإنسان بذكر الله، أعظم شيء، اقطع كل شيء واصرف وجهك عن كل شيء وتوجه إلى ربك بالتسبيح والتكبير والتهليل وسترى العجائب وسوف ترى الأسرار، سيعطيك الله تعالى من الخيرات والبركات ما الله به عليم. قال ربنا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، أعظم وقت لذكر الله يكون قبل طلوع الشمس يعني الفجر، الفجر استيقظ مبكرا صل لله تعالى ثم انشغل بالذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، تسبيح وسبح بحمد ربك، هذا يكون قبل الشمس يعني قبل بزوغ الشمس الفجر، وقبل الغروب يعني عند غروب الشمس عند صلاة المغرب نستمر في الذكر، ومن الليل، هذا مقام آخر، المقام الأول هو للخاصة، الخاصة خاصة الله تعالى أنهم يسبحون بحمد الله قبل طلوع الشمس وقبل الغروب يواظبون عليها، لكن هناك خاصة خاصة، هذو أهل الله، هؤلاء حتى الليل يستيقظون في وسط الليل في جوف الليل ويبدأون في الذكر، ومن الليل فسبحه وإدبار السجود، دائما عندما يسجد لله تجده يطيل سجوده كما كان يفعل النبي الكريم، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كان يسجد حتى يقال قد أوهم، أنه طال في سجوده يبكي على ربه ويسبحه، يقول سبحان الله وبحمده، سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وينخط في التسبيح وفي الذكر.
وربنا عز وجل قال: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. تكونت أول نواة من أهل الله من الذاكرين في عهد الصحابة. نحن نقول بأن الصوفية مثلا ظهرت في العهود المتأخرة، لا، في عهد الصحابة كان هناك جماعة من الذاكرين، لكن ليس كالصوفية التي وقع فيها البدع ووقع فيها المستحدثات ووقع فيها الأساطير والخرافات والخزعبلات والشطحات. لا، صوفية صادقة هم أهل الصفة. الصحابة رضي الله عنهم كان إمامهم أبو هريرة رضي الله عنه. هؤلاء تخصصوا في أنهم ما كان عندهم عمل وما عندهم تجارة وما عندهم مأوى، فكانوا يجلسون في مكان ضليل بالقرب من المسجد النبوي يسمى الصفة، وهم صاروا يسمون أهل الصفة، فكان كل وقتهم في الذكر. هذه أول نواة لما يسمى الآن، لا نسميه علم التصوف، نسميه علم السلوك، أو نسميه علم الزهد. علم السلوك، السلوك الذي الطريق السالكة إلى الله، أو علم الزهد الذين يطلقون الدنيا يبتعدون عن السياسي. السياسي نتن، السياسي فيه مصالح ومفاسد، السياسي فيه أعداء، السياسي يكون عبارة عن مستنقع تقع فيه المنازعات. فهم يبحثون عن الطهرانية، عن النظافة، عن كل ما هو مقدس، فيسيرون إلى الدين وإلى الذكر خصوصا. فكان هذا أول منشأ للصحابة الذاكرين. ثم بعد ذلك تطور هذا الأمر، فجاءت هناك زوايا وطرقية ومجموعة من الجهات تذكر الله تعالى فيها من هو على الكتاب والسنة، وفيها من هو على البدعة، وفيها ما هو فيه تلقيح فلسفات غنوصية وفارسية وصينية وغيرها. سنأتي عليه إن شاء الله بالتفصيل في إحدى المقاطع القرآنية المباركة. ثم يقول ربنا عز وجل، ينتقل من هذه الأوامر ويقول: يا محمد ويا أتباع محمد، انخرطوا جميعا في سلك الذاكرين، لكن استعدوا للقاء الله، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. دائما المؤمن الصالح الذي أراد أن يكون من الفائزين عليه أن يستحضر دوما يوم لقاء الله، وهذه مهمة عظيمة، لأن الإنسان متى استحضر لقاء الله طلق الدنيا وزهد فيها. ما هو المشكل الأكبر الذي نعاني منه الآن في عصرنا؟ جميع الناس بدون استثناء عندهم من الهموم والكروب والشدائد ما الله بعليم. ما هو السبب؟ الأسباب كثيرة ومتعددة، لكن ترجع إلى سبب واحد، ما هو؟ الحرص على الدنيا. الحرص الذي يحرص على الدنيا يريد أن يصل ويستعمل جميع الأساليب، ويتعب نفسه ويتعب الآخرين، وقد يؤذي الآخرين، بل منهم من يسير فوق الجماجم ليصل إلى مبتغى. لو أنه لم يحرص على الدنيا وزهد فيها ستنتهي كل المشاكل. هناك أقوام ما عندهم أي مشكلة في الدنيا، متصالحين مع أنفسهم، متصالحين مع الكون من حولهم، مع مجتمعهم، مع خالقهم، ما عندهم مشكلة، ليس عندهم لا أزمة ولا صراع، يقول الحمد لله كل وقته حمد وشكر. ما هو السر؟ هل وصل إلى مبتغاه؟ هل جمع رصيد يستند عليه من المال؟ هل عنده سلطة وسولجة؟ لا، ما عنده أي شيء، عنده فقط عدم الحرص على الدنيا. يقول لك اللي جاتني مرحبا بها، واللي مشات ألف مرحبا بها، ما يحرص عليها ولا يلتفت إلى الوراء، يسير بالقليل حتى لقاء الله. لماذا؟ لأنه ملأ قلبه بلقاء الله وجعل لسانه رطبا بذكر الله. فربنا لما أمرنا بالإكثار من التسبيح والتكبير قال: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. كان بعض الصحابة لما يصلون إلى هذا المقطع تجدهم يبكون وتجدهم يشعرون بالخوف للقاء الله. كل هذا ما يقع في الدنيا من صراع وخصام وتنافس كله إلى زوال، ولكن الحقيقة المرة هناك بعد الموت هناك نشور وهناك خروج، سماه ربنا عز وجل ذلك يوم الخروج. هل سبق لكم أن رأيتم أفلام رعب؟ مثلا فيلم معروف اسمه لانفير دي زومبي، هناك أناس قد ماتوا ودفنوا ثم خرجوا من جديد من قبورهم وانتشروا في شوارع أمريكا في لوس أنجلوس. فيلم معروف، فيلم رعب، كان كل من رآه يشعر بالخوف والهلع.
هذا مشهد فقط لخيال علمي سينمائي، لكن ربنا عز وجل يحكي عن هذا الحقيقة، أننا بعد الموت وأمواتنا الآن في قبورهم، والأمطار تنزل والبرد القارس والوحل. تخيلوا أن أباءنا وأمهاتنا وأجدادنا الآن في قبورهم في التراب، والأمطار الغزيرة والوحل والظلام والبرد القارس، كيف طابت أنفسنا أن ندفن أحبابنا في التراب؟ لكن هذا أمر الله، ويوم القيامة ينفخ في الصور، سماه ربنا يوم الخروج. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. من هو هذا المنادي؟ إسرافيل. إسرافيل ملك سوف يعطي، ينفخ في الصور، نفخ في 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 الصور نفخة واحدة يسمع دويها كل العالمين. العالمين نقصد ليس في عصرنا هذا، نحن الآن حوالي 6 مليار، لكن العالمين نقصد بهم منذ آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، بمعنى ملايين الملايير من الخلق سوف يقومون دفعة واحدة، بحال المدرب كرة القدم لما يصفر فكل اللاعبين ينتظمون في صف واحد لما يسمعون صفارة الحكم. هكذا يوم القيامة ينفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون. سماه ربنا عز وجل يوم الخروج، يوم يسمعون الصيحة بالحق، صيحة صيحة واحدة، نداء قوموا لله، فيقوم الجميع من قبورهم، لا إله إلا الله، نسأل الله السلامة والعافية. ثم يقول ربنا عز وجل إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. ربنا يتكلم عن ذاته العلية، يقول يا قوم يا من يتبجحون بقدراتهم وبمقامهم وسلطاتهم وجبروتهم، من الذي يحيي؟ الله. من الذي يميت؟ الله. من الذي يبعث من جديد؟ الله. هل يزعم أحدكم أنه يستطيع أن يخلق ذبابة؟ هل يستطيع أحدكم أن يقتل حيا؟ الأنفس كلها بيد الله تعالى. نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. مصيركم جميعا أيها الخلق بيد الله. الصالحون كيقولوا أنا أستطيع أن أضمن كل شيء إلا شيئا واحدا، وهو حسن الخاتمة. أي شيء في الدنيا ممكن حسب علمي وعقلي وقدرتي وتدبيري أضمنه، أضمن أن لا أكون فقير، وأضمن أنني أحصل على أحسن المراتب، وأضمن أن أفعل ما يتمنه الناس، أقدر، عندي قدرة. لكن هل أستطيع أن أضمن لنفسي حسن الخاتمة؟ لا أحد منا يستطيع أبدا أن يضمن له حسن الخاتمة. لهذا الصالحون كانوا يخافون من كل شيء ويطلقون كل شيء ويكتفون بدعاء واحد، يقولون اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم اجعل آخر أنفاسنا من الدنيا، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أما غير المؤمنين فهناك من يأتيه في الخاتمة أنه يبحث عن المال، يبحث عن الجاه، يبحث عن النساء، يبحث عن متع الدنيا الفانية. وربنا عز وجل لما تكلم عن الخروج ماذا سماه؟ انظروا إلى الوصف الرباني، قال يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. الأرض تتشقق لما تأتي الصيحة الكبرى وينفخ في الصور، الأرض كلها تكون صلبة فإذا بها تتشقق، ثم يخرج منها الموتى، يخرجون أجساما كاملة، حفاة عراة غرلا. أمنا عائشة قالت يا رسول الله ما معنى غرلا؟ قال غير مختنين، حتى الحشفة التي عند الرجال أيضا تكون موجودة، ما في ختان. يخرجون من قبورهم يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، بسرعة في لحظة ملايين الملايير من الخلق منذ عهد آدم مرورا بالحضارات والأمم والدول والشعوب إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة في وقت واحد يقومون. فإذا هم قيام ينظرون ذلك حشر علينا يسير. البعض قالوا بأن صعب، ربنا يحتاج إلى سنين وسنين كي يقيم بني فلان وبني فلان وبني فلان، هناك قبائل وأمم وشعوب كثير. ربنا قال إن الأمر علي يسير، في صيحة واحدة كل الخلق أقبضهم بيميني. ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذه ختام
السورة المباركة سورة قاف، ختامها أن ربنا عز وجل يلتفت إلى نبيه وصفيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا محمد، كل الكلام الذين ينتقدونك به، يقولون عنك بأنك كاهن وساحر ومجنون، وبأنك غيرت دين أبائك وأجدادك، وأنك جئت بدين هذا الدين هو مخالف للتطور ومخالف للحداثة ومخالف للعولمة، كما هو يقال في عصرنا هذا. هناك من يقول: إذا أردنا أن نتقدم فعلينا أن نتخلص من الدين. هناك أصحاب يسمى بالمنهج التاريخاني، التاريخاني، التاريخانية، ذكرها بعض الفلاسفة المغاربة ورضعوها من الغرب، واعتقدوا بأن السبيل الوحيد للخروج من التخلف والخروج من التقهقر علينا أن نتخلص من الدين، علينا أن نركنه بعيد في المجال الثقافي، وعلينا أن ندخل إلى الدنيا بالقيم الكونية، الحداثة والعولمة، ونتخلص من المقدس. ما معنى هذا؟ هل هذه حداثة وعولمة؟ هذا كفر والعياذ بالله. فالإنسان، الدين هو رأس ماله. نعم، نفهم الدين بالحداثة، نفهمه بالعولمة، نفهمه في إطار حقوق الإنسان، نفهمه في القيم الكونية، لكن الدين هو الأساس، هو الركن الركين الأساس. أما أن نتخلص منه لكي نتقدم، أبدا. هذا ما كان يقال للنبي الكريم في ذلك الزمان: يا محمد، هذه الأفكار البارية التي أتيت بها قديمة، ذكرها غيرك من الأنبياء والمرسلون السابقون. سيدنا محمد كان يضيق صدره، فربنا يقول له: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، لا تحزن يا محمد. يقول: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. أنت يا محمد لست عليهم بجبار ولست عليهم بمسيطر. هذه في حد ذاتها تبرز حرية التدين وحرية الاعتقاد، فلا أحد من يستطيع أن يجبر الآخر على دين معين. كل واحد له الحرية التامة في المعتقد، اعتقد ما شئت، غير دينك أو حافظ عليه، أنت حر، لا إكراه في الدين. ما أنت عليه بمسيطر وما أنت عليه بجبار، هكذا يقول القرآن الكريم. حرية المعتقد، لماذا؟ لأن ربنا عز وجل قد أقام الأدلة والبراهين. وماذا يزيد هذا إذا أسلم؟ وماذا ينقص هذا إذا لم يسلم؟ الدين غني عن العالم، والله غني عن العالمين، والدين محفوظ بحفظ الله. لا يهمنا من خرج من الدين بحجة أنه تمسح أو أنه ألحد أو أنه كفر، لا يهمنا في شيء، لن ينقص شيء من الدين. ولا يهمنا أن يزداد شخص آخر في الدين، لأن الدين عظيم بطبعه وبذاته. فالله تعالى غني عن العالمين، وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يعني وظيفتك يا محمد هو أن تذكر الناس، لست عليهم مسيطر، لا تجبرهم، أنت ذكر فقط، ذكر ثم ذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فكان الصحابة رضي الله عنهم نشأ منهم جيل فريد قرآني يذكر الناس بالله وبالبعث وبالنشور. فنسأل الله تعالى أن يختم لنا بالحسنى، وأن يجعل بركة هذه السورة المباركة سورة قاف، التي هي علاج لأمراض روحية خطيرة، خصوصا من عنده اتقاف، سورة قاف تعالجه إذا قرأها بيقين وبصدق، فإن الله تعالى يعطيه القوة الرجولية، وإذا كان مريض بثقاف معين فإنها تزول. سيدنا النبي كان يقرأها دوما وأبدا ويتبرك بها، وإذا قرأها كان يبكي حتى يرى لحيته قد ابتلت بدموعه الطاهرة، لأن فيها رسائل وفيها إشارات وفيها إلهامات ربانية عظيمة. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بالحسنى بكلمة: لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.